رحبوا معي بالشاعر حمد نصف الحسن الهاجري. تعالي يا الهبوب وهاجمي صدري صباح وليل، تمثني صدري بجيشك ولاني طالب التوبة، تعب تجاهد الضيقة وادور للحزن تأويل، عقب ما كان صدري باب قصر وعين رعبوبة، هنا رسوم الغرام وهذه دياره سقاها السيل، يا كم مرة سريت وجيتها نوبة ورا نوبة، لو أحسب زياراتي لداره بالمتر والميل أبحسب كم شعر راسي وهي ما هي بمحسوبة. لو أحسب زياراتي لداره بالمتر والميل أبحسب كم شعر راسي وهي مهيب محسوبة، هنوف فارقة ومن الكبر ما تقبل التقليل، هزيل الهرج لا من مرها ما تلتفت صوبة، حصيلي من جفاها دمعة ما تمسح من ديل، يشين الدمعة اللي من عروق القلب مسكوبة. حصيلي من جفاها دمعة ما تمسح من ديل، يشين الدمعة اللي من عروق القلب مسكوبة، توادعنا وجرحي ما برا عاده ودمه يسيل، توادعنا وجرحي ما برا عاده ودمه يسيل، وكملت الطريق امشي برجلي دون مركوبه، قضى زادي وشربي في الطريق ولا بقالي حيل سوى شعر يقلطني على التاريخ ودروبه، قلت بسلطنة شعري وعانقت الجدي وسهيل مثل مقلاط بن شافي على الاغصان في الشوبه. قضى زادي وشربي في الطريق ولا بقالي حيل سوى شعر يقلطني على التاريخ ودروبه، قلت بسلطنة شعري وعانقت الجدي وسهيل مثل مقلاط بن شافي على الاخصام في الشوبه، رميت اخصامي وصاروا مثل حال ابرهه والفيل، اهدس روحهم من فوقهم طوبه ولا طوبه، من يخلي الصبر عذره لي اشاف الخصوم تعيل، لا يزعل كان رعيان الغنم داس وطرف ثوبه. من يخلي الصبر عذره لي اشاف الخصوم تعيل، لا يزعل كان رعيان الغنم داس وطرف ثوبه، نجاح الشخص ياتي من بعد صمله وحط وشيل، ما يفرح به سوى اللي يدحم الايام بجنوبه، ولا جواجب الفزعه وجات الخيل قدم الخيل يعيش الظفر يكرب محزمه من دون ما جوبه، انا درع ابن عمي لو يذوقني العنا والويل، ماني مسخيه لا منه تعشى لا اشعر ذوبه. إلى جا واجب الفزعة وجات الخيل قدم الخيل يعيش الظفر يكرب محزمه من دون ما جوبه، أنا درع ابن عمي لو يذوقني العنا والويل، ماني مسخيه لا منه تعشى اللاش عرقوبة، ورسمي لا تغارب طارية الجلال والتبجيل، بتسمع والنعم ما أنت بسامع والله الكوبة. تحلبك الجنة سلامتكم. صح الله لسانك واعتلى شانك حمد نصف الحساء الهاجري ممثل دولة الكويت الشقيقة، وقصيدة حماسية، وأتوقع أن حمد من الشعراء اللي يراهن بهذه القصيدة على راية القمة، ومن الشعراء اللي يراهن على دعم محبيه وجمهوره. خلوني نسمع رأي أعضاء لجنة التحكيم بداية مع الأستاذ معتق العياضي. أبو منير مبتسم يا أبو منير. مرحبا. يلا مبتسم بهذا الحضور، لأن الشاعر اللي يملك المنبر يوصل قصيدته بالشكل المطلوب، وحمد حرك مشاعرنا وحرك الجمهور، والقصيدة طيبة وشاعر متمكن على صغر سنه ما شاء الله، والمستقبل قدامه. يقول قلت بسلطنة شعري وعانقت الجدي وسهيل مثل مقلاط بن شافي على الأخصام فالشوبة، ويقول أنا درع ابن عمي لو يذوقنا العنا والويل، ماني مصخيه لا من التعشى اللاشة عرقوبة، هنا شعر هنا جزالة هنا عرف هنا صمخ بيوت، ولا يبغى غريب عليك. الله يطول، الله يوفقك وفالك التوفيق إن شاء الله. الجنة. الله يطول عمرك. منير الأستاذ سلطان الهاجري، شو تقول في نص حمد؟ مرحبا يا حمد. تبقى أبو محمد. صح لسانك. صح الله بدنك. أنت مشاركاتك
متفاوتة بس إلى الأمام يعني. يعني كل مشاركة أقوى من اللي قبلها، مشاركتك الليلة أعجبتنا وسعدتنا، القصيدة طيبة وحضورك طيب، أنت من الشعراء اللي لبس اللي لبست قصيدتك ثوبها الصح بأداها وبوصولها للمستمع، ومن مطلع قصيدتك وهو يدل على شاعريتك، تعالي يا الهبوب وهاجمي صدري صباح وليل، تمثلي صدري بجيشك ولاني طالب التوبة، هذا هنا مطلع القصيدة، مطلع قصيدة الشاعر، قصيدة الشاعر اللي عنده قوة شاعرية. هنوف فارقة ومن الكبر ما تقبل التقليل، هزيل الهرج لما مرها ما تلتفت صوبه، من يخلي الصبر عذره، اللي شاف الخصوم تعيل لا يزعل، كان رعيان الغنم داس وطرف ثوبه. هنا بيوت شاعر متفكر، وبيض الله وجهك والله يعطيك العافيه وان شاء الله انك موفق. لكن انا ادرع ابن عمي لو يذوقني العنا والويل، هذا موقفك وكفو، لكن ذا ابن عم اللي يذوقني العنا والويل الله يقلعه ولا يكثر امثاله. صح لسانك وبيض الله، ماني مسخيه لو منه تعشى الله عرقوب. صح لسانك وبيض الله وجهك، يعطيك العافيه. محمد الاستاذ وصل العطياني، مرحبا يا حمد، تبقى صح لسانك وبيض الله وجهك على حضورك. وجهك، انت اعطيت القصيده حقها للأمانة، قصيدتك من أجمل القصائد، وحتى تسلسلك وترابط أبياتك يدل على موهبة وعلى شعر. بديتها بغزل وفي الأخير تحولت للفخر، وتحولت فيها أبيات حكمة، وفي أبيات من أجمل الأبيات ذكروها الربع كله تقريبا، لكن اللي يقول نجاح الشخص ياتي من بعد صملة، وحط وشيل ما يفرح بسوى اللي يدحم الأيام بجنوبه. بيت جميل ورسمي لا تغارب طاري الإجلال والتبجيل، بتسمع نعم من تبسامع والله والكوبة والله نعم فيك وفي قبيلتك. يقول قلطت بسلطنة شعري وعانقت الجدي، وسهيل مثل مقلاط بن شافي على الأخصام في الشوبة، ونعم فيك وبن شافي، وهذا الفخر والاعتزاز اللي في محله. بس انتم يا بني هاجر الليله متقاولين مع الجدي وسهيل، ما ادري وش توارد الخواطر هذا اللي عندك. نظرات عليا والله، كفو ما ننظر الا للجدي وسهيل، وبيض الله وجيهكم ومجملين، لا هو انت ولا هو بن عوير، كلكم تمثلون قبيلتكم خير تمثيل، وتمثلون الشعر، والله يجمل حالكم، وان شاء الله نشوفكم في منصه التتويج بحول الله. الله يطول عمرك، يعطيك العافيه يا ابو مشهور. دقيقه حمد، ودي حبيبنا مخرجنا العظيم جدا، العب لي في الكاميرا بس ابيك تعلق لي على مشهد يا حمد، الان بتشوف الان على الشاشه وش تمثل لك. طبعا هذا اخوك، هذا اكبر فخر، اكبر فخر لي المنظر ده. عرف باسمه، هذا عرف باسمه، هذا خالد بن سعيد بن نصف الحسا ولد عمي، والله يطول عمره ولا حذف الا من متنومس. طيب جعلني عند حبيبي. هذه فرحه خالد وتفاعل مع القائك في القصيده الختاميه، فما بالك بتتويجك برايه القمه اذا الله كتب لك. وش تقول لابو سعيد، وش تقول جمهورك؟ انا اقول ما جيت وتعنيت من الكويت للرياض وتركت اشغالي كلها الا منافس على البيرق باذن الله. تستاهل، الله يطول عمرك وتستاهل. وقابلك عيفان بن سويد في احد البرامج، يعطيك العافيه حمد، تفضل. وقبلك كذلك عيفان بن سويد الهاجري ممثل دولة الكويت في أحد البرامج الواقعية في سكريبت 2، قال أنا ما جيت من الكويت أتمشى، وفعلياً خذ المركز الأول. وبنشوف حمد بن نصف الحساء الهاجري يوم الأثنين القادم مع منافسة 11 فارس على هذا المسرح. جمهورنا الكريم.